ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. دكتور المشهداني، مرحبا بك معنا. إذا كنت استمعت أهلا للتقرير وسهلا. الذي تم عرضه قبل قليل، هل لديك أي تعليق؟ الحقيقة التقرير رائع جدا وشخص حالة شخصت في العراق منذ أكثر من 8 سنوات. تقريبا 90% أنا أتفق تماما مع ما جاء بالتقرير. عمليات غسيل الأموال كانت مستمرة، يعني إلى فترة قصيرة، باعتبار أن البنك المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات حدت من هذه العمليات. كانت عمليات فاضحة ومكشوفة ولا تحتاج إلى جهد لكشف مثل هذه العمليات. وفق تقديراتنا كانت سنويا تجري عمليات غسيل الأموال لمبيعات مزاد العملة بين 15 إلى 20% من إجمالي المبيعات، وهذه كانت تذهب باتجاهات، سواء كانت باتجاه الإمارات العربية المتحدة أو باتجاه لبنان. الأردن كانت أيضا واحدة من الحلقات، ولبنان، وباتجاه ثم بالأخير أضيف إليها إيران بشكل غير مباشر. كانت إيران لأنه كانت العقوبات الاقتصادية اللي مفروضة على إيران دعت إلى استخدام طرق ملتوية. طيب، أما التصريف المباشر باتجاه إيران كنقد حر أو من خلال شبكات أخرى. نعم دكتور، لو تحدثنا عن العقوبات المفروضة على إيران اليوم من قبل الجانب الأمريكي وموافقة العراق على قطع تعاملاته البنكية مع إيران، هل هذا الأمر يشمل التجار أيضا؟ الحقيقة الإجراء الحكومي أنا أعتقد أنه كان واضح، إيقاف التعاملات، وهذا صدر يوم أمس كتاب للبنك المركزي أبلغ الفروع الإيرانية العاملة في العراق بعدم دخولها المزاد، وكذلك المصارف العراقية العاملة في العراق بعدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في النقد مع إيران. بالإضافة إلى ذلك قطعة العلاقات التجارية الحكومية، لأنه هناك تجارة مع مؤسسات حكومية كانت تزودها إيران، مثلا الشركة العامة للسيارات، المؤسسات المعنية بالتجارة. لكن يبقى القطاع التجاري الخاص له أسلوبه ولا له الطرق اللي سيتحايل فيها على العقوبات التي سيلتزم بها العراق. العراق يستورد بحدود 7 مليار دولار منتجات غذائية وفواكه وخضار وبلاستيكية ومواد، بعض المواد الصناعية. هذه بالغالب كانت 90% يقوم بها تجار عراقيون من منافذ منتشرة على الحدود العراقية بحدود 20 منفذ. اليوم بعد التزام العراق بالعقوبات الاقتصادية، أنا أعتقد أن المنافذ الحدودية الرسمية ستوقف التعاملات مع إيران، لكن عندنا أكثر من 20 منفذ غير رسمي، وهذه عملية التجارة ستبقى مستمرة، والمهربين وتجار المخدرات وتجار العملة أيضا سيبقون طيب. مستمرين بين الجانبين، لكن أنا أعتقد أنه ستنخفض إلى أقل من مليار دولار. طيب نعم. دكتور، إذا كان هذا هو شأن التجار الخاصين وليس شأن الحكومة العراقية الرسمية الذي أعلنت موقفها أو موقفها بشكل واضح وصريح، هناك ربما شراكات بين العراق وإيران طويلة الأمد في مختلف القطاعات. كان الموقف التركي على سبيل الفرض بمثل هذه الشراكات أنها تلتزم لأنها شراكات مستمرة بين الطرفين ولا تلتزم بالعقوبات الأمريكية. هل العراق سيتخذ ذات الموقف الذي اتخذته تركيا حيال إيران؟ أنا لا أعتقد أن العراق سيلتزم مثل ما التزم الجانب التركي مع إيران، لأن هذه الشراكات هي ليست في مشاريع عملاقة ومشاريع أساسية. يعني مشروع تمويل الطاقة الكهربائية في العراق بالغاز إيران أوقفتها منذ أكثر من شهر، وكذلك تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، مشاريع الكهرباء، مشاريع استغلال الحقول الغاز أيضا ممكن إيقافها، ممكن تحويلها على جانب آخر، الاستثمار في 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 مجالات السياحة، يعني ربما لن تتضرر كثيرا هذه، لأنه لا، احنا المشكلة ما نمتلك شراكات تجارية في مشاريع استراتيجية مهمة. عدا عن ذلك أنه من بالإمكان تحويلها، سواء ما يخص القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بإمكان تحويلها، لكن احنا المشكلة أنه العقوبات التزام العراق بها كان التزام مفاجئ،
كان يفترض أن العراق يمهد لهذا الالتزام منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر حتى التجار يستطيعوا أن يحولوا التجارة باتجاه تركيا أو دول أخرى للاستيراد ولإقامة علاقات تجارية. وأعتقد أنه على العام القادم أنا أعتقد أنه سيتم تحويل التجارة إذا استمرت العقوبات باتجاه دول أخرى. هل هناك موقف واضح من الجانب العراقي لحماية العملة العراقية من الخطر الذي تتعرض له مثلا اليوم أيضا العملة التركية؟ تركيا ربما أعلنت اليوم بأنها ستستخدم العملة في تجارتها ربما مع الجانب الروسي أو جهات أخرى. هل العراق يستطيع أيضا أن يتعامل بعملته بهذه التجارة أو ربما يتخذ أي إجراء آخر لحمايتها من الانهيار؟ لا، تركيا وإيران لديهم اتفاقات مسبقة مع روسيا ومع الصين ضمن تجمعات بريكس ومنظمة شنغهاي باستخدام التبادل التجاري بين بلدان هذه المجاميع بالعملات المحلية. فأما العراق فأعتقد أنه خارج هذه المجموعات، ولا أعتقد أنه الأمر يصب في صالحه لاستخدام التبادل بالعملات المحلية، لأنه العملة العراقية خلال هذه الفترة هي عملة مستقرة، الدولار يساوي 1200 دينار عراقي، أما العملة التركية أو العملة الإيرانية فإنها ستشهد مزيد من الانهيارات خلال الفترة القادمة طالما أن الحصار موجود، وبالتالي من غير المنطقي أن يرتبط الدينار العراقي بعملة أخرى معرضة للانهيار، لأنه هذا سيسبب خسارة كبيرة للجانب العراقي. وما الذي يضمن أن تبقى العملة العراقية بذات السعر الذي ذكرت حضرتك 1200، يعني خصوصا بعد هذه الهزات التي تشهدها المنطقة؟ لا، البنك المركزي العراقي لديه فائض جيد واحتياطيات جيدة من العملة الصعبة، وهو الحقيقة الوحيد القادر على أن يتحكم بسعر الصرف، وقد نجح نجاحا جيدا خلال الفترة السابقة. يعني في عام 2015 وعام 2016 كان ممكن أن تنهار العملة العراقية، لكن لولا تدخل البنك المركزي وبقاء مسيطر على سعر الصرف أعتقد كان سعر العملة فاق 2000 دولار للدولار الواحد. وسيبقى البنك المركزي متحكم ومسيطر خلال المرحلة القادمة طالما أنه لا تطاله العقوبات الأمريكية. طيب دكتور، بما يخص الأسواق البديلة اليوم التي العراق ربما حرم أو التزم بعقوبات وأنه لن يتجه إلى إيران، ما هي الوجهة البديلة التي ستعوض السوق العراقية التي كانت تستورد الكثير من المواد من إيران؟ احنا الحقيقه نستورد مواد غذائيه ونستورد الفواكه والخضار ونستورد المواد البلاستيكيه وبعض المنتجات الصناعيه، عدا انه المشتقات النفطيه لصالح الطاقه هذه توقفت والعراق بحث عن بديل من دول الخليج. المنتجات الغذائيه والفواكه والخضر اعتقد انه تركيا قادره والاردن قادر على ان يلبي هذه المتطلبات، وباقي المنتجات كل دول الجوار والصين ممكن أن تلبي حاجتنا الأساسية، لأنه إحنا الحقيقة ازداد النشاط التجاري مع إيران خلال الخمس سنوات الماضية، وفي السابق كانت تؤمن الصين وتركيا والأردن وسوريا كانت تؤمن معظم احتياجاتنا، اليوم ممكن مصر أيضا تساهم بهذا وتلعب دور كبير في تأمين معظم احتياجات القطاع. إذن جهات عدة ممكن أن يعوض من خلالها العراق عن النقص الحاصل في الواردات الإيرانية. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني.